العيد. السلام عليكم. يا رب. شباب اليوم جايكم تحدي البالونات. ان شاء الله شباب التحدي يعجبكم. ما شفت احد سواه مره كثير في اليوتيوب. تطلع في الكاميرا. التحدي ان شاء الله جايكم اكيد حيكون فيه فل ومره حماس. اكيد يقول بالونات يدي بزران. لا التحدي يكون مره ما شفت مره احد سواه. قصه التحدي او فكره التحدي اللي هي التحدي هي في اربع مراحل او اربع بارتيات. البارت الاول انه بالونه بالونتين اقصد، والبارت الثاني ثلاث بلالين، والبارت بارتي. طيب الراوند الاول هي تكون حبتين من البالونات، يعني حبه هنا وحبه هنا، واوريكم انا في الفيديو بعدين. والراوند الثاني راح تكون ثلاث بالونات، والراوند الثالث والاخير اللي هو اربع بالونات. اربع بالونات دقدقه زي كذا. الحين اقول لكم هذا شرح مره بسيط زي كذا. واحد لازم ما تلمس الارض. لو معي بالونتين واحد منهم لمست الارض اخسر خلاص. لو مثلا حتى معي ثلاث واحده جات الارض انتهي. وان شاء الله تحدي شباب تحدي يعجبكم. والتحدي الثاني والراوند الاول راح تكون بالونتين، ويلا الحين سحاب يبدا، ومعي الجوال راح احسب الوقت. ويلا واحد اثنين ثلاث. تعال يا دولا بين خيبر. انتبه يا عيني يا عيني. والله سحبت نكب. كنت بسم هرب. طع 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 يا معلم. لذ الحين 40 ثانية. طع طع. والله كانت قريبة. والله عندك برجين؟ يلا وصل دقيقة انت. والله يا راح تسقعد في اللمبة هناك. دقيقة وخمسة ثواني. طب والله كانت قريبة صح؟ اسحب تعرف. والله تعبت. كم زي ما انتم شايفين دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية. هو لدي دحين روت مستر حمود. دحين انا ببدأ الروند الاول. يلا شوف ترى مرة تعبت قوشي. والله فلتها خلاص من كثر امه تعب. خلينا نشوف ذا ايش يسوي معه. طاح الكاب. الكاب روح شيله يا ابله. الكاب احسن. ايوه الكاب يا ليل. الكاب قاعد دحس. وخ كاب رجولك. كاب اح ما قاعد اصور. امجم وقف يا مروحه. تفوق انت ما تشوف فوق. ترى في مروحه بحين تصقع في مروحه يعني. الله انها بالخبره. اوه والله كنت فيك وجيه. حلو 40 ثانيه. حلو 40 ثانيه. ايوه اعطيني واحده مهاره. بس شيء موقف صعب ترى. والله شوف واحد هناك واحد هنا ما عندي. هو هنا صعب. كب ابله ويا الخبره. والله لفه كبيره. والله اوه دقيقه. حلو يلا بقيت 20 ثانيه تعدين. سقعت بعض. سقع مره ثانيه. العون كم يا اخوي. خسرت 16 ثانية. خلي وقف. والله وقف وصل 16 وبعدين انا زودت وقت. ترى فرق بسيط يا اخي. تمام لما تشوف 16 ما ادري يبان عليكم معكوس. المهم وصل دقيقة و16 ثانية بس انا مصور هنا 18. اصلا ترى ما في عقاب يعني كله فيديو الفله وناس وزي كذا. الراوند الثاني راح تكون ثلاث بلالين معه مو بالونتين، فحيكون صعب. ويلا الحين بيبدا السحب، فانا بحسب من هنا من جوالي. ويلا اثنين ثلاث. داي والله كثير شيت. عندك ها؟ ايوه قاعد ما سوق. احسبت له 10 ثواني. عيب ايش تعيد هذا.
يا شباب الحين الراوند الثاني بالدور مستر حمود ببدا 1 2 3 بسم الله انت مهتمها والله دي ما راح ترى تساعدني لا طع طع وقف 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 لا وقف والله 7 ثواني دام تاخر دام احط جوله ولا شيء المهم وقف 7 ثواني وانت تسعى قصدي هو اصلا تسعى بس هو وقف 7 ثواني ادري لحستكم الحين الراوند الثالث والاخير راح تكون اربع بالونات يا حبيبي يعني يا واد اصعب شيء في الحياه اصلا مدركها وانا قاعد ويلا الحين بيبدا سحب 1 2 3 شيت يا واد صح صح ستة ثواني وصل ستة ثواني والله يا اتمنى اجربها واتحدى احد يعد 7 ثواني اربع بالونات واللي سوى اكثر من 7 ثواني باربع بالونات بحط مقطعه في مقطع جاي ان شاء الله اذا احد يعني قدر يسوي خلاص شباب هذا الراوند الاخير اللي هو الراوند الثالث ويحود الحين يبدا ويلا 1 2 3 الله الله وقف 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 8 ثواني 8 ثواني جزئيتهم مهم وقفت على 9 ده ما تأخر ما أدري ليه عشان طالع أنا في الكام وطالع في أشياء كثيرة هاي موصل 8 ثواني مبروك أنا فوز راوندين وفاز راوند واحد بس ترى ما في عقاب ولا أي حاجة أوكي شباب خلاص غلقنا ثلاث راوندات أول راوندين كنت فايز فيهم آخر راوند هو اللي فاز فيه كان راوند مرة صعب اللي هو تشيل أربع حبات وما شاء الله مرة بدع المهم دحين آخر تحدي إن شاء الله عجبكم أصلا فجأة كذا اخترعناه كذا جاء معانا صدفة والله صدفة هو كان يسوي كذا حركة وطلعت مرة حلوة المهم يعني أتمنى الفيديو عجبكم التحدي الأخير الحين بشرح لكم هو شوف عاد دحين هو معاه كورتين وأنا معي كورة واحدة الحين لازم ارمي له كوره ويمسكها زي كذا يضغط عليها ويوقفها فوت توقف زي كذا تثبت شو جيت الحين تتزحلق المهم دحين بنبدا وانا حمار اللي يسوي ويلا انا الحين ببدا ترى تحدي ترى ما في رقم ولا اي شيء يعني بس كذا هذي ما يمسكها يلا 1 2 3 يلا شكلك ما تمسك ايش ذا اوه طارت تسير يا راجل دقيقة دي خلينا نعيد هم بانهي دور ولا مين ما يوقفه يعني قاعد نقول 100 سنة ما هم صراحة يلا يلا تطير يلا ايش ذا؟ يا جربوها شوفوا حمار ولا ايش؟ يلا تحدى اصلا واحد يوقفها كذا على طول والله ايش ذا؟ والله حاول والله ما تجي يعني تستسلم ولا ايش؟ ايوه لا 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 شكلك يا لا وقفها أكثر مني أجد أنه يعني وقفه من أول الله العيش وحرك أنت إلى شكلك رجعنا لكم في التحدي الثاني التحدي الثاني أصعب من التحديات كلها يجيب قفاز زي ما انتم شايفين هذا حق اللي يجيبونه من الفرن من الفرن وزي كذا فايش نسوي عندنا ثلاث بالونات كل 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 واحده نفقعها زي كذا عارف لما تلبس هذا مره صعب انك تفقعها الحين بيبدا ترى التحدي ما في وقت ولا شيء بس يعني لازم يفقعها بسرعه الثلاثه ويلا 1 2 ثلاثة اصبد ايش 1 2 3 يا ذا شدا ايوه يا الله ايوه اوه وطلت عندي ايوه اي دوري طيب سحاب دحين بيبدا ويلا واو يا ايش الصدمه هذه يا البالون
انا مو فقعت مفكك ما ادري كيف فقعت. طيب هذا رايك المرة بوقت كبير ابقى بقوه يا ولد. تبديل 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 يا تبديل ولا تبين كذا يا غبي. وين زحلق اي على عنده رقم لاعب مو غشنا والله مره ما تنفقع ترى يا عمي. هذا بلون يدخل جوته كذا سوين شيء. هاي الواد دبه مره خلاص انتهى. ايش قاعد تسوي؟ بس انا قاعد اقطعها. هي القوة القوة خارقة. أمام بكرة. أنت من نوعها ترى قوي مو نوع أبو كلب ترى. نوع ذاك اللي كذا ما أدري كو. بالين أبو دبة. أيوة أخيرا. الشيء ترى هذا بركض مهم. ويلا شباب تحدي ويلا. اوكي شباب وصلت الفيديو اتمنى شباب الفيديو عجبكم وكان تحدي مره حلو ماشي تكون مع اي احد سواه في اليوتيوب والله مره يعني ما حد سواه يعني جديدين اصلا فكرتنا ترى مو يعني ما في اي شيء يعني قلنا حددنا وبس كان فيديو للفله ونات ما في اي عقاب وخساره وزي كذا. اتمنى شباب الفيديو عجبكم وعندكم اي افكار اكتبوا لي في انستغرام. شكرا الف مليون شكرا اللي جونا في انستغرام والله كثيرين في الدار كلهم افكار والله افكارهم مره حلوه حتى يعني. حتى ورسلوا لي في بعض الافكار الناس يقولوا لي ترى في عندي افكار ولا احد عربي سواها واقولوا الافكار مره حلوه بس هذا التحدي والله يعني ما حد قال لي من احد وانا ما حقول اسمه وحكيت لي التحدي في الانستغرام وحطيت الصوره حقته وحطيت سويت له تاج روح شوفوا الانستغرام حقي هي تمثيل مثلا لو وصل لك شيء كذا معين انت كمان اكتبوا لي ايوه ايش ردت فعلك اكتبوا لي في الانستغرام مو هنا في الانستغرام عشان نحاول نسويها ان شاء الله يمكن نسويها اليوم او بكره ما ادري. انت امشي عززونا لايكات وكومنتات مره حلوه ناس اللايك ترى فضله وكم اسحاب و مستر حمود سلام دقيقه الحين نقطع سلام